تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وبرنامج من أربيل. السينما ضد الإرهاب شعار يتردد كثيرا كعنوان لمهرجانات أو جلسات فنية، وخاصة في الدول التي نالت الأمرين من الإرهاب الأسود وفي مقدمتها العراق. في أربيل تم مؤخرا تنظيم مهرجان تحت العنوان الذي ذكرناه مع إضافة كلمة الدولي. رافقنا القائمين على هذا المهرجان مع بدء التحضيرات الأولية له وحتى الختام لنتابع التفاصيل. بداية معي السيد بشوان عبد الله رئيس المهرجان، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، شكرا. ما راح أسألك عن الفكرة وغيرها، يعني راح أبدي وياك، منو دعمك في إنجاز هذا العمل؟ لحد الآن الدعم محدود جدا، يعني جهات فنية وشركات دعمت بشكل يعني رمزي للمهرجان، وهناك دعم خاص من قبل وكيل وزير الثقافة مشكورا، لكنه لم نستلمه بعد المهرجان سوف نستلم، لكنه بشكل خاص أو بشكل عام الدعم محدود جدا. تقدرون من خلال هذا الدعم البسيط بين قوسين اللي حضرتك ذكرت أن تكملون خطة المهرجان مثل ما أنت وضعتوها؟ لقد حاولنا بشكل جيد لنجاح المهرجان، وأحيانا الدعم المادي لا يكون المقياس الأساسي لنجاح المهرجان. أمشي العمل الدؤوب والعشق للفن، لهذا سنحاول بقدر المستطاع أن ننجح المهرجان بمقاييس خاصة، والمهرجان مشارك بأفلام جيدة وضيوف جيدين ويعني جهات فنية راعية ولو بشكل محدود، لكنه سنحاول أن نعلو أن نرتقي بالمهرجان إلى مستوى أفضل. المهم عندنا إرسال الفكرة الأساسية وهي محاربة الفكر الإرهابي والتطرف داخل المجتمع خلال فن السينما. أنت مخلي شعار يعني كبير جداً، السينما ضد الإرهاب الدولي، شنو الدولي في هذا المهرجان؟ يعني إذا تخلينا بالصورة أكثر، هنالك 11 دولة مشاركة بالمهرجان غير العراق، دول يعني تعاني من الإرهاب كالسعودية ومصر وسوريا والهند وفرنسا وألمانيا ودول أخرى. هذا المهرجان يعني وقفة دولية من خلال فن السينما لمحاربة الإرهاب. هذا الوقفة الدولية ضروري جدا يعني لمحاربة الفكر الإرهابي. الدول يعني تحارب الإرهاب عسكريا، لكنه لم تحارب الإرهاب فكريا. أمشي نحارب جذور الإرهاب من خلال الفكر، والسينما أهم رسالة إنسانية تقدر يعني تأثر على النفوس البشرية لمحاربة الفكر الإرهابي والتطرف. ولا ننسى أن السينما سلاح ذو حدين، هم يقدر يعني يحارب الإرهاب، هم يقدر يعني يسوي دعاء له، فلازم يعني نوحد الجهود لكي نحارب الفكر الإرهابي من خلال السينما. يعني هناك ضيوف يعني حاضرين من الدول الأخرى عدا الأفلام؟ مع الأسف يعني مشاكل المطار وصعوبة الحصول على الفيزا لم تشارك هذا العام أي ضيوف خارج العراق. قبل الدورة الثالثة دورة ثانية كانت هناك ضيوف مشاركة، نجمات مصرية كبيرة، شيرين وممثلين أخرى مخرجين كبار من مصر شاركوا. هذا العام سوف يشارك فقط النجمات العراقيات والفنانين العراقيين داخل العراق. طيب أكو تفاعل، المجتمع دا يتفاعل مع السينما بالشكل المطلوب؟ أكو تفاعل كلش كبير، المجتمع تتفاعل مع السينما، يعني لأن السينما يعني يأثر يعني سريعا على النفوس البشرية والمشاعر، فالسينما أهم وسيلة إنسانية لمحاربة أي فكر تطرف أو إرهابي، فلهذا إحنا قررنا يعني أن نحتفي بالسينما من خلال هذا المهرجان. وماذا عن مؤسسات الدولة؟ يعني مع الأسف يعني المؤسسات الدولة بس تحارب حاليا، تحارب عسكريا أو مثلا بشكل آخر. يعني لحد الآن مؤسسات الدولة مثلا كوزارة الثقافة العراقية أو وزارة الثقافة في إقليم كردستان أو مؤسسات التربوية والتعليمية مثلا مؤسسات المجتمع المدني لم تستطيع لحد الآن يعني أن تخصص استراتيجية خاصة لمحاربة الفكر الإرهابي، فلهذا احنا نحتاج الى دراسه يعني او استراتيجيه خاصه كيف نستطيع
المحاربة الفكر الإرهابي والتطرف. أكو فكرة عرض هكذا أفلام يعني في الأجواء العامة، أتصور راح تكون مشاهدة أكثر لها. نعم، كانت هناك فكرة لعرض الأفلام داخل سجن الأحداث، يعني خاصة للعوائل الإرهابيين، يعني كي حتى يعني يشوفوا الأفلام ويعني يستطيع الأفلام أن يغير ما فكرهم وما في أثر على نفوسهم ويعني أفكارهم. هذه الأفكار يعني جيدة خاصة للإرهابيين وعوائل الإرهابيين، عسى أو لعل أن تستطيع الأفلام أن تغير ما فيه. بالساحات العامة أيضا يعني راح نحاول أن نعرض أفلام في الساحات العامة، لكن القاعة أكثر شيء يعني يأثر أكثر شيء من الساحات العامة، لأن الأفلام اللي تعرض بالساحات العامة والجمهور العام يكون أفلام كوميدية اجتماعية أو أفلام رومانسية. يعني برأيك هذه الأفلام ما راح تجذب المجتمع؟ تجذب المجتمع، لكنه لازم نختار أفلام بدقة، يعني هناك أفلام خاصة للمثقفين للنخبة، هناك أفلام للعامة، الأفلام اللي تنتج للمشاهدين العامين يمكن يعرض خلال شاشات التلفزيون. السيد بشتوان عبد الله رئيس المهرجان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ولك. ومعنا أيضا المخرج والفنان أياد جبار، المدير الفني والتنفيذي لمهرجان السينما ضد الإرهاب الدولي الثالث. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. المحتوى الموضوعي للأفلام يعني كلها في مجال ضد الإرهاب ولا مواضيع مختلفة؟ نعم طبعا، بطبيعة الأفلام هو المهرجان يخص الإرهاب وموضوع يعالج موضوع التطرف. طبعا بصورة عامة الأفلام اللي جاتنا هي تخص المعارك والقصص يعني اللي حثت أثناء تحرير المناطق، وأيضا المآسي اللي تعرض لها المواطن من خلال ما حدث في العراق وفي سوريا. هكذا هي قصص يعني الأفلام اللي جاتنا، وأيضا هناك أفلام تخص العنف المجتمعي والتطرف، التطرف يعني الفكري أيضا، ليس فقط الإرهاب ليس تسمية مشعبة، هناك إرهاب فكري أيضا، لذلك هناك مواضيع منوعة جتنا دخلت، أيضا مواضيع اجتماعية ممكن من خلالها تدمر المجتمع أيضا. طيب الأفلام اللي جتيك من أوروبا تصويرها في نفس الدول ولا في المناطق الساخنة مثل العراق وسوريا؟ نعم، ليبيا أيضا. طبعا مثلا عندنا كمثال بسيط، عندنا فيلم من المخرج مصري لكنه مشتغل الفيلم في سوريا، عندنا فيلم بريطاني لكنه مشتغلين بعراقيين، يعني قصة عن الهجرة والهجرة بسبب الإرهاب. هكذا الأفلام يعني، مثلا الفيلم الفرنسي يتحدث عن حالة اجتماعية معينة، والهندي كذلك، يعني المواضيع مختلفة، يعني ممكن يجون يصورون هنا ممكن، لكن أكثر الأفلام المشاركة هي أفلام عراقية ومن إقليم كردستان ومن باقي مناطق العراق. طيب المنتجين جايين مع الأفلام ولا فقط دازين الفيلم وينعرض في المهرجان؟ نعم بصراحة الأفلام اللي جتنا من الخارج لم نستطع يعني أن نستضيف مخرجيها بسبب الوضع المادي للمهرجان، يعني المهرجان يكاد يكون عديم يعني الدعم، لا يوجد دعم للمهرجان، الدعم محدود، وهي يعني قدمتها مشكورة وزارة الثقافة، تعاونت معنا وزارة الثقافة حكومة إقليم كردستان، تعاونت معنا لتنفيذ هذا المشروع، وإحنا نعتبره تحدي بالنسبة لنا بأنه نقوم هاي الدورة، هي الدورة الثالثة للمهرجان. منو راح يكون في لجنة التحكيم؟ نعم، احنا دزينا الافلام خلال هاي اليومين بلينكات، الى لانه تعتبر مناطق، اكو مناطق مثلا الانترنت عندها تكون يعني ضعيفه، خاصه الافلام بها كواليتي عالي، فبعثناها قبل المهرجان ولحد الان لم يجيبونا عن هذا الموضوع، يعني عن تقييمهم للافلام، لكن اللجنه اللي راح تجي يعني اللجنه اللي موجوده الان، يعني هو يختلف من يشوفه باللابتوب بالبيت يختلف ما يكون حاضر بالمهرجان ويشوفه بالسينما. نعم. تقييمه اكيد راح يتاثر. نعم صحيح، هذا كلامك صحيح، لكنه
يعني تقريبا الحكام صايرين فريق، يعني الفريق اللي ما قدر يجي يوصل الى المهرجان بسبب السفر ومصاريف السفر، والفريق الثاني راح يشاهد الفيلم ويا العروض ويا المشاهدين اللي راح يكونون موجودين، ما راح يكونون يشاهدوا باللابتوب او بشاشه خاصه، وانما راح يشوفوا مع الحضور اللي راح يكون يومي. يعني اكو افلام مشاركه بالمهرجان تمس الاديان او قدمت مثلا ورفضت؟ طبعا احنا هناك لجنه مشاهده اولا، يعني عندما يرسل المخرج الفيلم هناك لجنه مشاهده تشوف الفيلم تقيمه، كل لجنه اخرى لجنه عليا تقرر اذا كان هذا يدخل او ما يدخل. طبعا احنا حاولنا نبتعد نهائيا عن اي مساس باي دين او باي قوميه او باي فئه معينه من المجتمعات كافه، يعني ليس فقط المجتمع العراقي. حاولنا نختار المواضيع الاجتماعيه والقصص المؤثره اللي تكون عامه او مواضيع تكون عامه لا تمس احد، لانه السينما لها رساله والرساله رسالتها خطر للعالم، علينا ان نكون حذرين من ايصال هذه الرسائل. اخيرا، كم عدد الافلام المشاركه في المهرجان من المحافظات وكم عدد الافلام الدوليه؟ نعم، بصراحة احنا الافلام اللي مشاركة بالمسابقة هي 46 فيلم، عندنا تقريبا 20 فيلم جايتنا من المحافظات العراقية، يعني وتقريبا 10 افلام موزعة 10 في 9 بين اقليم كردستان والدول يعني اللي شاركت معنا. المخرج والفنان اياد جبار، المدير الفني والتنفيذي لمهرجان السينما ضد الارهاب الدولي الثالث، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. ارميهم واحد واحد. نتوقف الآن مشاهدينا مع هذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا. طبعاً السينما تمكن من معالجة العديد من القضايا، منها تتعلق بحقوق الإنسان والمرأة ومكافحة الإدمان والمخدرات، فهل بإمكانه مواجهة الإرهاب؟ التقينا بعدد من المشاركين في مهرجان السينما ضد الإرهاب في أربيل لنتابع. ومعي مشاهدينا المخرج السينمائي منير راضي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. السينما يقدر يواجه الإرهاب من خلال الصالات الفنية والمهرجانات برأيك؟ بالنسبة للسينما طبعا هي عالم كامل من المقاومة، تأسست أساسا هي الشريط السينمائي على أساس التفاعل، على أساس التغيير، على أساس المجابهة. فالسينما دور كبير في محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب أو ما شاكل ذلك. فالسينما فعلها الفعل التقويمي، الفعل الصاد إلى الموجات المنحرفة التي تأسست عليها كل منظومات الإرهاب. فنلاحظ هنالك أفلام عالمية، يعني هذه الأفلام، يعني اشتغلتوا بالعراق على أفلام توعوية لمكافحة التطرف اللي هو أكبر سبب في تفشي الإرهاب. بالضبط، يعني معظم الافلام المشاركه هي المتن الحكائي هو موسوعه الارهاب، احنا سميناها موسوعه لان اخذت شموليه كامله. فعندي فيلم سيشارك في هذا المهرجان اسمه نفوس مطمئنه، هذا الفيلم هو فيلم انساني بحت، لكنه المتن الحكائي مالته هو قضيه الارهاب وقضيه العنف او التطرف الفكري. بدينا بداية حقيقية، بداية إنسان ومحاربة ومكافحة هذا الفكر المتطرف الذي ضرب عرض المجتمعات حتى العالمية. فالفيلم بحدود 18 دقيقة روائي، شارك فيه الفنان الكبير مازن محمد مصطفى بطولته ومجموعة من الممثلين العراقيين. اشتغلنا العمل بطريقة ثانية، بطريقة تصنيع وليس بطريقة توثيق. أكو أفلام وثائقية توثق الأحداث أو توثق الشرائط اللي حدثت في
خلال هذه الفترة، ولكن هذا الفيلم هو فيلم روائي درامي، منظومته هي منظومة التصحيح وليس منظومة التشخيص. لأنه هذه الأفلام نالت شهرة عربية وعالمية؟ أكيد، هناك الكثير من الأفلام العراقية شاركت في مهرجانات خارج العراق وحصلت على جوائز متقدمة، لأنه أساساً شغلت بواقعيتها. وعلى هامش المهرجان التقينا بالفنانة العراقية الجميلة سهى سالم. أهلاً وسهلاً. أهلاً ومرحبا بكم. أهلاً وسهلاً. إذا ماكو تفاعل مجتمعي مع الأفلام المحلية ودور العرض، شنو يعني شنو الفائدة من إنتاج أفلام وعرضها في مهرجانات فقط؟ صح، هو نقطة مهمة إنه التفاعل مهم، خاصة البلد الذي ينتج الأفلام لازم الشعب نفسه يشجع هذه الأفلام. لكن الحقيقة إحنا حتى لو كانت هذه التجربة غير مجدية، لكن إعطاء فرصة للشباب الحقيقة بإنتاج أعمال جديدة برؤى جديدة تنتجها وذاكرتهم الحقيقة عن الواقع العراقي وعن المتغيرات اللي حدثت بالعراق، هذه تنعكس بالفن وخاصة في السينما على الأفلام السينمائية. هي أيضا ليس فقط للمشاهدة الأفلام، هي تاريخ الحقيقة لتأرخت الفترة الزمنية والأحداث المهمة التي تحدث أيضا في البلد. نعم، لاحظنا في الآونة الأخيرة يعني إنتاج الكثير من الأفلام صرفت عليها مبالغ ليست بالقليلة بصراحة، لكن النتيجة مو النتيجة المرجوة. طيب شنو السبب أنت برأيك، دور العرض، الجماهير أم الإنتاج؟ الحقيقة قبل لحظات كنا نتحدث بهذا الموضوع، وكانت هناك فترة معينة ما أريد أشير إلها، الحقيقة هي فترة أنه يمكن بغداد عاصمة الثقافة أكثر، هذا الموضوع اللي إحنا دائما نسمع تتداول به المواضيع، أنه ميزانيات صرفت هائلة على أفلام كانت الحقيقة مو بالمستوى المطلوب، وهذه المشكلة الحقيقة بسبب يعني سوء عملية التنظيم هذا المهرجان، إعطاء فرص أيضا للمخرجين الجدد الشباب الذين أخذوا مساحة كبيرة، أيضا مخرجين عراقيين في العالم أسماء مهمة جوائز كبيرة أخذوا في مهرجانات عربية وعالمية، المفروض إعطاء فرصة لهؤلاء الشباب لتقديم أفلامهم. لكن الحقيقة باحترامي وتقديري لكل المخرجين اللي قدموا، اللي قدموه هو موجود والناس متعارف عليه، ماكو شيء جديد، كان المفروض أن ينطون فرصة أيضا للشباب وللجيل الجديد لينتج أعمال حقيقة. عندك مشاركة في المهرجان ولا استضافة فقط؟ مشاركة في اللجنة التحكيمية للمهرجان. وفي أروقة المهرجان التقينا أيضا بالفنان الكردي المعروف علي أحمد، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، وأتمنى لكم إقامة طيبة في أربيل طول أيام الفستيفال. هل الأعمال الفنية في إقليم كردستان قادرة على مواجهة الإرهاب برأيك؟ سؤال وجيه جدا. حقيقة احنا جربنا هذا وقمنا بهذا ونجحنا به، يعني قدمنا أعمال ضد الإرهاب وأعمال كان في مكانه وفي محله. حقيقة الفنانين الكرد لعبوا دور كبير في مواجهة الإرهاب، لكن للأسف يعني الإعلام. شنو يعني للأسف؟ شنو الإعلام عندنا ضعيف، كان مفروض يعني الإعلام يلعب دور مع هذا الفن. يعني تقصد الإعلام الكردي؟ الإعلام الكردي طبعا، أنتم كإعلام عربي كإعلام بغداد أنتم لعبتوا دوركم، قدمتوا ما يكفي، وإحنا همينا قمنا بدورنا وقدمنا ما في، لكن إعلامنا شوية. طيب ما ممكن تحاولون أن تقوموا بدبلجة الأعمال مثل الأعمال التركية أو غيرها إلى اللغات؟ هاي سؤال يريحني جدا، لأنه يعني شيء وحيد عندنا تلفزيون بابليون كورك بابليون، يعني قام بهذا العمل وإنتاجنا حوالي 30 × 30 60 حلقة تلفزيونية مسلسل أنتج وقدم بالتلفزيون وأراد أن يترجمه إلى اللغة العربية ويتفق ويا التلفزيون العراقي تلفزيون MBC، يعني يتوسع الشغلة. لكن أنا أسفي ما صارت الشغلة، ليش لحد الآن؟ هذا اللي محيرني.
ومعنا ايضا مشاهدينا الفنانه الرقيقه هناء محمد. اهلا وسهلا بك. هلا بك حبيبتي، الله يبارك فيك. الجماهير سابقا كانت تتفاعل مع السينما اكثر، هسه يمكن تغيرت المعادله، صار التفاعل مع الدراما. طيب لو يصير التركيز على الدراما في المهرجانات مو يكون افضل؟ هي اثنينات، لا يعني لا تقل هاي شيء، انه رغم السينما يعني اصعب، لانه تعرفين حضرتك لقطه بس هي وينها الدراما؟ الدراما اصلا عندما تكاد تكون معدومه في العراق، يعني من هاي يمكن تقريبا السنه الرابعه والخامسه احنا قاعدين بدون عمل، يعني ماكو دراما. السينما ايضا فتره من الفترات يعني تركت او اهملت بسبب الظروف، طبعا العراق عاش بظروف كل الصعبه، تعرفين حضرتك يعني من السبعينات، نهايه السبعينات لحد الان حروب وتغيير وامور كثيره، يعني تكاد تكون سلبيه ايضا اكثر من ايجابيتها بالنسبه لنا كفنانين، يعني اثرت علينا احنا الفنانين بعدم مشاركتنا او توقف مجمل الاعمال الدراميه بالدرجه الاولى والسينمائيه بالدرجه الثانيه. الان رجعت السينما من خلال الافلام الوثائقيه، الافلام الروائيه القصيره، الافلام الروائيه الطويله، ايضا محاولات من بعض المخرجين في بغداد عاصمه الثقافه العربيه، ايضا انتجت مجموعه كبيره لا يستهان بها من الافلام الروائيه الطويله. احنا نتبشر بخير، يعني الله كريم، يعني ان شاء الله. طيب باعتبارك من رواد السينما العراقيه، كيف تقيمين السينما العراقيه او العالم العربي؟ يعني تقدر تواجه الارهاب الموجود في العالم؟ احنا طبعا بهذا المهرجان، هو المهرجان الثالث للافلام الافلام الوثائقيه والروائيه القصيره ضد الارهاب، هذا هو في اربيل يصير، فليش لا تقدر طبعا، لانه الفن والاعلام هو احيانا كثير يكون اخطر من امور اخرى، يعني فيقدر يوصل، يقدر يعالج، يقدر يعكس، كل شيء يقدر، بس انه تحكمنا الميزانيات. احنا عندنا طاقات شبابيه رائعه جدا، يعني من سيناريست، من مخرج، من فني، من مصور، من ممثلين، لكن تنقصنا الماده اللي هي ميزانيه العمل. ومعي ايضا السيد سليمان الماضي، المدير التنفيذي لصالات امباير المقام فيها مهرجان السينما ضد الارهاب الدولي الثالث. اهلا وسهلا بك. اهلا فيكم، شرفتونا. ممكن هكذا مهرجانات تستقطب المواطنين حتى يعني يشاهدون أفلام أخرى أيضا، بالتالي لأن ثقافة الصالات ارتياد صالات دور السينما أصبحت قليلة حاليا؟ نعم أكيد، مثل هيك مهرجانات كثير بتدعم السينما، بما أنه مثل ما تفضلتي حضرتك شوي عنا بالعراق المشاهدة السينما شوي قليلة أو ثقافة السينما شوي متدنية هون، فهيدي مثل هيك مناسبات بتدعي العالم تيجوا يحضروا أفلام، كثير منهم أفلام حدا يعرفوه عاملها، حدا يسمعوا عنه، هيدا بتحمسهم تيجوا أول مرة على السينما يحضروا، ومن بعدها بيستمتعوا بيشوفوا الجو بالسينما كيف، جو الصلاة كيف، الشاشات الضخمة كيف بتكون، الساوند سيستم كيف بيكون مركب، يعني متعة المشاهدة، بيحسوا بمتعة المشاهدة، وهيدا شيء بيدفعهم تيجوا مرة تانية ومرة ثالثة يحضروا أفلام أجنبية، أفلام عربية، أفلام كردية، أفلام تركية، فهذا أكيد شيء بيشجع وبيحسن الشغل السينما وثقافة السينما بالمنطقة. اطلعتوا على الأفلام اللي راح تنعرض في المهرجان مسبقا؟ ايه اكيد طلعنا على بعض الافلام، اكيد مش كل الافلام، بس كان عنا اخذنا عينات من الافلام شفناها، افلام كتير كويسه، افلام يعني مفروض اللي المنتجين والمخرجين مالتها بتوقع اذا بيتابعوا بهذا الاسلوب وبيجي عندهم الدعم المادي المطلوب بيعملوا انتاجات اقوى بكتير للفتره القادمه. نصل المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، تقبلوا تحياتي أنا أشواق حبيب وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.